نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم هذا الحلوى بالشوكولات، هكذا باش نعودوا وليداتنا نعطوهم الشوكولات الاسود. انا غادي نديرها بالشوكولات الاسود، نتوما الا بغيتوا ما بغيتوش ديروا الشوكولات الاسود ديروا نص نص، ولكن اللي راه من الاحسن البنات راه زوين الشوكولات الاسود للدراري، وراه ما كتجيش زعما حاره بزاف حيت معاه فيه الحليب كونسونطري اللي فيه السكر. ان شاء الله غادي تعجبوا وليداتكم. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيوه مع الاحباب والعائله، راه ما كنحتاجوش نطيبوها. الى بغيتي تعرفوا على المقادير خليكم على فيديو. بركة الله غادي ندوزو للمقادير. عندي هنايا 350 غرام ديال الشوكولات الاسود، انا درت الشوكولات الاسود. تقدروا ديروا نص شوكولات بالحليب والشوكولات سميتو الاسود ديروا نص نص. وعندي هنايا 400 غرام ديال الحليب كونسونطري اللي فيه السكر، 240 غرام ديال البندق، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو ولا باللوز. انا حمرته شويه في الفران. عندي 40 غرام ديال الزبده، وعندي هنايا واحد معلقه نتاع العسل. وهنايا غادي نشعلو، عندي الماء غادي نشعل حتى يسخن لينا الماء. ان شاء الله غادي نذوبو الشوكولات ديالنا في بان ماغي. غادي ناخذ هاد الإناء غادي نحطوه هنايا على بركه الله. بسم الله غادي ندير فيه الشوكولات، وغادي ندير الزبده العسل. وهنايا غادي ندير الحليب. وغادي نبقى نحركوها حتى تذوب لينا الشوكولات. هنايا كيف ما كتلاحظوا الشوكولات ديالنا بدات كتذوب. والزبدة هنايا كيف ما كتلاحظوا الشوكولات ديالنا راه دابت. خصنا نتاكدوا بانه ما بقاتش زعما شي حاجه نتاع الشوكولات خصها تذوب كامل. دابا غادي نطفي عليها. وغادي ندير عليها هاد البندق. غادي نخلطهم مزيان. هذا اللي غادي ندير فيه الشوكولات ديالنا. درت سي الباط، تقدروا ديروا غير ورق الزبده. دابا غادي نخوي الخليط ديالنا هنايا.
وغادي نحاول باش نفرقوه مزيان على الجناب. هنايا غادي نجيب غير معلقة بحال هكا باش هي اللي غادي تساعدني. ودابا غادي ندخلو للثلاجة الفريكو شي، المهم حتى يكون بارد مزيان، ونتلاقاو من بعد باش تشوفو الشكل النهائي ديالو، الشكل ديال الكاطو ديالنا ولا الحلوة ديالنا بعد ما دخلتها الثلاجة. دابا ان شاء الله غادي نحاول باش نقطعها. بسم الله. كنحاول هنايا في الجناب باش ما نوصلش، باش ما نقطعش سيلبات. وهنايا غادي نقطعها ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كتجي بحال هكا بعد ما قطعتها، كتجي زوينه بزاف. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والعائله ديالكم. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم إن شاء الله.